الستار مش تقول لي بدل سموكينج. هو ما سابش شخصيه اللي ما عملها، يعني كل حتى يعني البواب، المأذون، تاجر المخدرات، سواء الاوتوبيس، تاجر المخدرات اللي رايح يتجوز البنت الصغيره، بس حتى الادوار دي بيعملها بخفه دم. سلام قولا من رب رحيم. هو بيقعد يخطط هيلبس ايه، هيعمل ايه، هيعمل شنب ازاي، هيعمل الميك اب بتاعته وعامل ازاي افهاته بقى. انا على ما اعتقد الافهات دي بابا كان بيكتبها، يعني افهات بتاعت الافلام بالذات، لكن بتاعت المسرحيات بقى كان بديع خيري، يعني بيكتب المسرح بشكل حلو قوي. بس مثلا يعني في مسرحية 30 يوم في السجن، الحركة بتاعته دي اللي هو مش برضو دي بتاعته هو. خلاص تبقى تأجرها للفراشين. في الفيلم اللي أنا فاكراه كويس قوي 4-2-4. أنا طبعا مش عارفة الفيلم بيتكلم على إيه، بس أنا لما رحت بتفرج كده لقيت مجموعة فنانين كبار في السن لابسين شورتات ونازلين يلعبوا كورة. فقلت يا بابا ده، قال لي اتفرجي وما تضحكيش. فطبعا كان مشهد حلو جدا، الكواليس بتاعتهم كانت حلوه. روح اقابل ابوها واشبكها، بكها واخوك. يمكن انا بقى كنت دايما بستفزه او بضايقه لما بسمع له بقى ادواره وما بيبقاش حافظ، فببقى جايبه المسطره زي ما هو بيضربنا بالظبط، فبقوم جايبه المسطره. حفظت؟ لا ما حفظتش، هتتضرب يا بابا. فكان دايما يعني هو مرح وسلس في البيت وجميل، هو ذكي جدا وكان بيحفظ بسرعه جدا. ما بين مسرح الريحاني والبيت يعني شوارع كده صغيره، فانا مانجيجه بقى وماشيه ولابسه كعب عالي وبتاع، فواحده في البلكونه كده فبتقول لجارتها مش ده محمد شوقي؟ فقالت لها قالت لها شوفي متجوز بنت صغيره قد ايه. لقيت بابا ده وش راح محمر وراح واقف، ما تمشيش معايا تاني. على فكرة بابا خجول جدا، يعني لو حد من الجمهور ماشي واقف بيسلم عليه وتلاقي وشه حمر وكسف ولا حتى بالده. النبي يا رب تطلع. اللهم طلعنا من دار البلا بلا بلا، ده مكسر الدنيا مع كل الناس، يعني حاطينه في بقى. وكمان بقى ايه الجملة الأولانية بتاعت يا ساتر يا رب دي، حاطينها على الموبايلات لمراتاتهم، يعني الزوج حاطه لمراته فأول ما يسمع يعرف إن دي مراته، والست حاطاه لجوزها عشان أول ما يسمع. لا يعني دي إفيهات ما بتتنسيش. ابعد معدك وغضبك يا رب، النبي يا رب جيب العوائد سليمة وأنا ما أخبيش عليك. أنا بيبقى صعب عليا جدا إن أنا ببقى شايفاه قدامي بيتحرك وبيضحك، وببقى نفسي ادخل جوه التلفزيون ياخدني في حضنه زي ما كان، نقعد نتكلم. انا ببقى قاعده بتفرج وبضحك بس من جوايا انا بعيط بامانه، يعني لانه هو يعني هو بابا بالنسبه لي انا الحياه كلها، فانا مش لاقيه الحياه دي بتاعتي. فاصوليا لوبيا